أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا اللقاء الخاص الذي نجريه مع المهندس علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية. لذلك احنا فكرة الموضوع الاتجاه الخريجين وعدم موائمة مخرجات التعليم مع احتياج سوق العمل، هذه حطتنا في إشكالية حقيقية. الإشكالية شن هي؟ الإشكالية إن التخصصات أصبح فيها تشبع. اليوم في تخصصات أصبح فيها أوفرلود، يعني أكثر من اللي هو مطلوب. وجدنا أن عزوف كثير من الموظفين عن الحضور والانصراف في هذه القطاعات، وأيضا عدم التزام بعض الجهات بالبصمة والتوقيع الحضور والانصراف. كان يعني واجب أن احنا نضبط هذه العملية الجوازية، الموظف وين موجود. اكتشفنا أن معظم الموظفين اللي هم ما يداوموش في القطاعات العامة لديهم مشاريعهم الخاص، ولديهم شركات، وعندهم مصانع، وعندهم محلات، ويبقى قطاع خاص قطاع مهم لدعم الصناعات وأيضا دعم الخدمات وأيضا الرفع من مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطن اللي هي تنتج نتيجة المنافسة بين القطاعات الخاص والعام.